ولذلك بعض الناس تجد أنه يتأثر بالمتابعين ويفترض أن يؤثر هو فيهم، وإلا ما الفائدة؟ إذا كنت طالب علم ويؤثر فيك هؤلاء وأنت لا تؤثر فيهم، إذن أين العلم؟ أين العلم؟ يفترض أن تكون المؤثر لا المتأثر، لأن هؤلاء بعضهم ما يفهم، مسكين ما عنده علم، لما أنساق إلى ما يريده. ولذلك من العجائب أن هؤلاء لو سرت حيث ما يريدونه وجاء أمر جزء منهم لا يريده والجزء الآخر يريده، إذا بكل واحد منهم يصب عليك من الكلام صبا، فإن وافقت هؤلاء سخط عليك هؤلاء، وإن وافقت هؤلاء سخط عليك أولئك. لكن أرضي الله عز وجل، من سخط فليسخط ومن رضي فليرضى، ولستم والله بمحشورين معي ولا أنتم ستمنعون عني عذاب الله، لا أنجو بنفسك.